السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بإذن الله النهارده هناخد مع بعض المحاضرة الثانية في برنامج مايكروسوفت اكسل. كنا اخدنا احنا في المحاضرة الأولى اخدنا الأساسيات بتاعتي، اخدنا اللي هو الزوم، اخدنا اتجاه الكتابة، اخدنا الشيت عايز اغير اسمه احذفه، عايز اغير لونه. كنا اخدنا برضو ازاي اعمل حماية للشيت بتاعي، اخدنا اللي هو لو عايز اعرف عدد الصفوف ايه الاختصار اللي بعمله كنترول شيفت سهم لتحت، ولو عايز اعرف عدد الاعمدة كنترول شيفت سهم ناحية اليمين، واخدنا حاجة اسمها فيل فلاش وحاجة اسمها فلاش فيل، واخدنا حاجة اسمها تكست تو كولوم لو عايز لو عندي اسم معمول له ارتباط وعايز ان انا افصل الاسم الاول عن الاسم الثاني عن طريق حاجه اسمها تكست تو كولوم. ده كنا اخدناه في المحاضره الاولى. طيب نبدا ان شاء الله محاضره النهارده باذن الله في جزء جديد، وهندخل في الاول على قائمه فايل. ناس لو تلاحظ نفس اللي احنا شرحناه في الوورد وفي الباوربوينت، لو عايز افتح شيت جديد هقول له نيو واروح اقول له حاجه اسمها بلانك ورك بوك، يعني شيت فارغ او شيت جديد او ملف جديد. طيب لو عايز افتح ملف عمل جديد، طيب لو عايز اجيب حاجه عن طريق الانترنت، قلنا بنختار من القوائم الموجوده عندي بس لازم اكون متصل بالانترنت، واختار الشكل اللي انت عايزه بالشكل ده واروح اقول له كرييت، كل ما عليه بس ان انا اروح اعدل عليه بس، فدي حاجات جاهزة كل ما علينا أنا بس هعدل عليها. طيب حلو خالص، ده بالنسبة لنيو لو عايز أفتح صفحة عمل جديدة. طيب لو عندي شيت إكسل موجود على الجهاز وعايز أفتحه من أوبن، وأروح أقول له حاجة اسمها براوس أو استعراض، براوس أو استعراض جهاز الكمبيوتر، واروح ادور على شيت الاكسل اللي موجود فين بالظبط واروح افتحه واقول له اوبن هيفتح معايا. طيب انفو، احنا قلنا لو عايز اعمل عايز اخلي اي حد ابعت له الشيت ما يقدرش يعدل عليه، عايز اعمل حمايه للشيت من الداخل، كليك يمين على اسم الشيت واروح اقول له حاجه اسمها بروتكت شيت او حمايه الشيت، واروح اكتب الباسورد اللي انا عايزه. حتى لو جيت كتبت اي حاجة فظهر معايا الرسالة معناها ان هو ممنوع ان انت تعدل عليه. طيب انا عايز اعمل ايه المرة دي؟ الحمد لله. انا المرة دي عايز اعمل حماية للملف من بره، من انفو واروح اقول له حاجة اسمها بروتكت ورك بوك، بروتكت ورك بوك، واروح اختار حاجة اسمها انكريبت ويز باسورد اللي هو التشفير بواسطة كلمة المرور، واروح اكتب كلمة المرور بتاعتي زي ما هي واروح اعمل تأكيد. اول ما اقفل الملف وافتحه تاني، الملف من بره عشان افتحه هيطلب مني كلمة مرور. بمعنى كده هنا من هنا بعمل حماية للشيت من الداخل، اما من انفو بعمل حماية للملف من بره. حلو خالص، المشكلة هنا امسح ده. طيب ناحية اليمين ظاهر معايا خصائص الملف، السايز اللي هو الحجم بتاعه، بيقول لك انت لسه ما عملتلوش حفظ عشان كده مش ظاهر معاك الحجم، لاست موديفايد اخر تحديث. طيب الكرييتد انا انشاته امتى؟ اللاست برنتد امتى اخر مرة عملت له طباعة؟ الاسر اللي هو المؤلف. طيب انا شغال مثلا في شيت اكسل وفجأة الملف بتاعي او الجهاز بتاعي فصل وما عملتش حفظ للشيت، عايز اعمل ريفرش او اعمل له استعادة، اعمل له استعادة ازاي؟ من حاجة اسمها مانج ورك بوك، واروح اقول له ريكفر اند سيف ورك بوك، هتعمل لي استعاده للملفات اللي انا ما عملتلهاش حفظ، بتختار الملف واقول له اوبن فيفتح لك الملف اللي انت نسيت تعمل له عمليه حفظ.
سيف وسيف اس، الفرق ما بينهم سيف وسيف اس، لما اجي احفظ الملف الاول مره الاثنين واحد، اثنين بيعملوا لي حفظ على جهاز الكمبيوتر. طب المره الثانيه سيف اس لو عايز احفظ نسخه احتياطيه من الملف، طيب لو عايز احفظه بصيغه تانية برضو من سيف اس وبراوس ومن الطيب، اروح اختار النوع اللي عايز احفظ بيه. طيب برنت اللي هو الطباعه، ده اللي هو الطبعه بتاعتك. الكوبيز عدد النسخ، انت عايز تطبع كام نسخه، ده اسم الطبعه. هتنزل تحت في السيتنج بيقول لي برنت اكتيف شيت، يعني بيطبع لك الشيتات اللي هي متفعله، الشيتات المتفعله. طيب مثلا برنت انتر ورك بوك، بيطبع لك الملف كله بالكامل، الملف لو فيه اكتر من شيت هيطبع لك الملف كله. طيب برنت سيلكشن، لو جزء معين انا محدده داخل الشيت هيطبعه لك، ده اللي هو البرنت سيلكشن. لو عايز اطبع وش بس اقول له برنت اون سايد، لو عايز اطبع وش ظهر بوث سايد، بوث سايد. طيب الكوليتد، النسخ مرتبه او غير مرتبه. نفترض ان عندي شيت اكسل او ملف متكون من 5 ورقات وعايز اطبع من 5 ورقات 5 نسخ، فيطبع لك من 1 لـ5 كده نسخه، من 1 لـ5 كده النسخه الثانيه، من 1 لـ5 كده النسخه الثالثه، وهكذا، يعني بيطبع لك نسخه نسخه، بيخلص من نسخه نسخه. اما الانكوليتد بيطبع لك مثلا من الشيت الاول بيطبع لك 5 نسخ، الشيت الثاني 5 نسخ، الشيت الثالث 5 نسخ، وهكذا، يعني ورقه ورقه بيطبع منها على كد عدد النسخ اللي هو كاتبه عندك. طيب بالنسبه للاورينتيشن، طريقه الاتجاه اهو، طريقه الاتجاه، اتجاه العرض، لاندسكيب افقي، وبورتريت اللي هو بيكون راسي، لتر اللي هو حجم الورقه اللي انت شغال عليها، حجم الورقه اللي انت شغال عليها. هنا المارجنز اللي هي الهوامش بتاعتك، اللي هو الهامش الايسر والهامش الايمن وهكذا، والاعلى والاسفل، دي الهوامش بتاعتك. لو رحت قلت له كاستم مارجنز، هروح من هنا احدد الهوامش بتاعتي، التوب الاعلى، البوتم الاسفل، الليفت ناحيه اليسار، والرايت ناحيه اليمين، وعندك برضو حاجه اسمها الهيدر والفوتر. طيب طيب عندك بعد كده الشير، شير لو عايز اعمل مشاركه للملف، يا اما مثلا عن طريق وان درايف، يا اما كبي دي اف، يا اما عايز اشاركه مثلا عن طريق ملف اكسل بس عن طريق بريد الكتروني، ده شكل المرفقات، يا اما لو عايز اشاركه عن طريق برزنتيشن اونلاين وهكذا. طيب اكسبورت، لو عايز احفظه كبي دي اف اقول له كرييت بي دي اف. طيب لو رحت قلت له تشينج فايل تايب، دي هتلاقي فيه امتدادات تانية او انواع تانية لحفظ الملفات. طيب بابلش، عايز اعمل له نشر بس عن طريق برنامج اسمه الباور بي، الباور بي. كلوز، هتلاقيه بيقفل لك الادوات المتفعلة عندك، مش اما دي اكزيت، من فوق اكزيت بيقفل لك صفحة العمل ككل، اما كلوز بيعمل لك ايه؟ بيقفل لك الادوات المتفعله الموجوده عندك. طيب اكونت، من خلالها بعرف نوع الاصدار، من ناحيه اليمين بيقول لي مايكروسوفت 365. عندك حاجه اسمها الاوفيس سيم، ده اللي هو اللون بتاع النظام زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طيب عندك بعد كده الفيدباك، لو عايز ابعت رايي لشركه مايكروسوفت اقول له لو انا حبيت الشيء ده، لو ما حبيتهوش، او انا عايز ابعت اقتراح. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها اوبشن او الاعدادات، طيب انا دلوقتي لما اجي ادخل على شيت الاكسل اول ما ادخل على شيت الاكسل اللي ظهر معايا هنا نوع خط اهو، نوع الخط اللي فوق، وظهر معاك حجم خط ثابت،
رحت على فايل بعد كده اوبشن، هنا بيقول لك يوز ذس از ذا ديفولت فونت. الخط اللي انا هختاره دلوقتي هو هيخليه بالنسبه لي هو الخط الاساسي. نفترض انا هختار حاجه اسمها تايم نيو ريمون اهو، وحجم الخط الاساسي بمجرد ما هفتح شيت الاكسل هخليه مثلا 20، واروح اقول له اوكي. اروح اقفل شيت الاكسل واروح افتحه مره تانية. بمجرد ما هفتح شيت الاكسل، عايز افتح ده انا ولا ده، حاضر اهي انا دخلت على الاوبشن فايل بعد كده اوبشن، عايز اخلي ده الخط الافتراضي او الاساس بتاعي، وعايز اخلي ده الحجم الاساسي اللي هبدا بيه من فونت سايز، ده كله من جنرال. اما اليوز ذس از ذا ديفولت فونت ده يستخدمه لك كخط اساسي. طيب هنا الاوفيس سيم اللي هو لون النظام اللي احنا اخدناه في اكونت. طيب عندك حاجه سيف، بيقول لك سيف اوتو ريكفر انفورميشن افري. انا لو عايز اعمل حفظ تلقائي للبيانات والمعلومات بتاعتي، يعني انا وشغال في الاكسل يعمل لي حفظ تلقائي، فهنا بحدد مده الحفظ التلقائي كل 10 دقائق هتعمل لي حفظ لوحدك. طيب يحفظ فين؟ الحفظ التلقائي ده من حاجه اسمها اوتو ريكفر فايل لوكيشن، مكان الحفظ التلقائي. فمن هنا بحدد مكان الحفظ التلقائي بتاعي انا عايز احفظ فين. بمجرد ما بعد 10 دقائق هيعمل لوحده حفظ للملف فين؟ في السي، جوه حاجه اسمها اليوزر، جوه حاجه اسمها لغه العصر، جوه حاجه اسمها الاب داتا، جوه حاجه اسمها الرومنج، جوه حاجه اسمها المايكروسوفت اكسل. بعد ما كان الحفظ بالتفصيل. طيب الملف الاصلي، يعني لما اجي اعمل فايل بعد كده سيف از بعد كده براوس، هنا ظهر لك مكان، مكان افتراضي مكان اساسي. لا انا عايز اغير المكان ده من سيف، هقول له ايه؟ من ديفولت لوكال فايل لوكيشن، مكان حفظ الملف الاصلي بتاعك. طيب اللانجوج اللي هي اللغه بتاعتك، لغه البرنامج اللي انت شغال بيها. عندك بعد كده حاجه اسمها الكاستمايز ريبون اللي هو شريط القوائم اللي ظاهر عندك فوق، لو عايز اخفي قائمه فيهم اشيل علامه الصح من عليها واقول له اوكي، لو عايز اظهرها اروح اعلم علامه صح عليها واقول له اوكي. طيب كويك اكسس تول بار شريط الوصول السريع اللي هو الادوات بتاعت الوصول السريع، لو عايز اضيف اي اداء فيها اروح احددها واروح اقول له اد او اضافه، طب عايز اشيلها احدده واقول له ريموف او ازاله. طيب عندك بعد كده في الاكسل ميزه مهمه اللي هي الادفانسد. في الادفانسد هننزل تحت خالص، بس قبل ما نشرح جزء الادفانسد انا لما اجي اكتب هنا واحد ثم هنا اتنين، انا لسه هكتب ثلاثة بعد كده اربعة بعد كده خمسة بعد كده ستة وهكذا، وانا كده بتعب نفسي. بعمل ايه؟ اولا انا عرفت الاكسل ان انت كل خلية هتمشي لواحد واحد، اروح اعمل ايه؟ احدد الخليتين مع بعض. فاكرين امبارح لما كنا بنعمل حاجة اسمها الفيل فلاش، الفلاش عملية تماثل تلقائي من المربع الاخضر تظهر علامة الزائد، كليك شمال واسحب لتحت بيكمل معاك عد. طب لو قلت له هنا اتنين وهنا اربعة، عايز اكمل اروح احدد الاتنين مع بعض وبرضه من المربع الاخضر واسحب لتحت، هيمشي لك اتنين اتنين. طيب ثلاثة مثلا ستة، هحدد الاتنين مع بعض ومن المربع الاخضر فظهرت علامة البلس وبرضه اسحب لتحت، فيمشي لك تلاتة تلاتة. طيب نفترض عملت هنا خمسة وهنا عشرة، ولو حددت الاتنين مع بعض هيمشي لك خمسة خمسة. طيب أنا نسيت أحدد الاتنين وحددت اللي فوق بس،
وجيت عشان اسحب خلى لك كله 5. ليه؟ ان هو الاكسل مش عارف انت عايز ايه بالظبط، ان انا محدد خليه واحده، فهو عن طريق الخليه اللي انت محددها هو مش عارف انت عايز تمشي كل خليه العدد اللي عايز تمشي بيه، 3 3 4 4 5 5 1 1، فهو مش عارف. فانا علشان اعرفه لازم على الاقل اكتب خليتين، اقول له والله انت الخليه الاولى 5 الخليه الثانيه 10، انا كده قلت له هتمشي لي 5 5 واسحب لتحت. طيب جينا كتبنا مثلا هنا السبت، ورحت برضو من المربع الاخضر واسحب لتحت، اللي حصل كمل معاك 1 2 3 4 5. طيب رحت كتبت بالانجليزي سطر دي، بس حطيت اول 3 حروف بس الاختصار بتاعته واسحب لتحت، فكمل معاك ايام الاسبوع اهو. طب لو كتبت شهر يناير جون وجيت اسحب برضو بيكمل معايا لتحت. طب جيت كتبت سبت من غير الف ولام، سبت من غير الف ولام، وجيت عشان اسحب هيكمل معاك سبت 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 سبت. ليه؟ لان عندك الاكسل متعرف عليها هي وفيها الالف ولام، لكن لو شلت الف ولام مش متعرف عليها. طيب انا لو عايز اعمل قائمه بالشكل ده اعملها ازاي؟ بدخل على فايل بعد كده حاجه اسمها اوبشن او الاعدادات، ومن ادفانسد من ادفانسد هنزل تحت خالص وتختار حاجه اسمها اديت كاستم ليست. اديت كاستم ليست معناها ان انا هعمل تعديل للقوائم اللي عندي، دي القوائم اللي هو متعرف عليها. او دي القوائم اللي هو عندك متعرف عليها. طب عايز ابتدي اضيف قائمه جديده اقول له اد او اضافه، طيب اكتب مثلا انا عايز يظهر لي الاول محمد، ادوس انتر عشان ينزل تحته، يعني ما اكتبش الاسماء جنب بعض هكتبها تحت بعض عشان انا عايزها في شكل قائمه. بكتب القائمه بتاعت اللي انا عايزها وخلصت، كتبت هنا خلصت، اروح اعمل ايه؟ اقول له اد او اضافه فضف معايا. طيب انا نفترض حذفتها، عايز ابتدي اكتب، تروح في المكان الفاضي هنا واكتب اللي انت عايزه. اقول له اد فهتلاقيها اتضافت على القائمه اللي هي الكاستم ليست. كاستم ليست معناها القائمه او القائمه المخصصه اللي انت واقف عليها حاليا. طيب اول ما قلت له اد او اضافه فاتضافت معاك على ناحيه اليسار. طيب عايز احذفها اقول له ديليت. طيب انا ضفت القائمه خلاص احفظ الشغل بتاعي، اروح اقول له اوكي. اكتب هنا مثلا كلمه محمد، لازم ادوس اوكي تاني، اكتب محمد وهاجي اسحب لتحت اهو، هتلاقيه كمل معاك القائمه اللي انت كنت عاملها، تلاقيه كمل معاك القائمه اللي انا كنت عاملها من فايل بعد كده اوبشن، من فايل بعد كده اوبشن، بعد كده هتختار ادفانسد، هتنزل تحت خالص تلاقي في كلمه اسمها اديت كاستم ليست، وتيجي هنا في المربع الفاضي دخل القائمة بتاعتك، بس لازم الحاجات اللي هتدخلها تكون تحت بعض مش جنب بعض. وبعد ما تخلص تقول له ايه؟ اد او اضافة، لكن لو عايز تشيلها اقول له ديليت او حذف، اقول له اوكي بعد كده اوكي. فده لو عايز اضيف قائمة عندي. طيب حلو خالص، جيت انا كتبت مثلا هنا مسلسل وكتبت 1 2 واروح اسحب لتحت، جيت هنا كتبت مثلا اسم ايا كان الاسم اللي انا كتبته
كتبت أسماء مثلا، أروح أكتب هنا كمثال، أكتب مثلا البلد، جيت انا كتبت بالشكل ده، عايز ابتدي انسق. عندك هنا في قائمة هوم عندك اللي هو نوع الخط، من هنا بختار نوع الخط زي ما احنا اتعودنا، او حدد عليهم كلهم واختار من هنا نوع الخط اللي انا عايزه. طيب الرقم اللي جنبه حجم الخط. طيب الايه الكبيرة وايه الصغيرة؟ الكبيرة بتكبر حجم الخط، الصغيرة بتصغر حجم الخط. طب البي بتتخن الخط، الاي بتميل الخط، اليو بيحط لي خط تحت الكلام. لو دست على السهم اللي جنب اليو في حاجه اسمها الاندرلاين اهو، وفي حاجه اسمها الدبل اندرلاين، يعني بدل ما ضاف لك خط واحد ضاف لك خطين. طيب هنا علامه الجردل اللي حصل عمل لك هايلايت او ظل على الجزء اللي انا حدده اهو. هنعمل كنترول زد، نفترض انا محدد اللي من فوق دي ورحت هنا قلت له هايلايت، حدد الجزء دي واروح من فوق اختار اللون اللي انا عايزه. طيب الشكل ده انا مش عاجبني، عايز اعمل ايه عليه؟ عايز احطه داخل تيبل من حاجه اسمها بوردر اهو، وتروح تختار حاجه اسمها اول بوردر، اظبطها هتعمل لي حدود لكل التيبل بتاعي. بالشكل ده. طيب احنا كنا اخدنا امبارح المحاذاة، من هنا بعمل محاذاة، في محاذاة فيرتيكال وفي محاذاة هوريزنتال. طيب انا لو هعمل محاذاه فيرتيكال من اللي فوق، يعني ايه فيرتيكال؟ عندك مثلا حاجه بالشكل ده وقلت له مثلا محمد، الفيرتيكال اللي هي بتكون جايه بالطول، فالمحاذاه بتاعتي محطوطه فين؟ اسفل الخليه اهي بوتم. طب لو رحت اخترت التوب خليها لي اعلى الخليه، طب جيت اخترت الميدل خليها لك في المنتصف. طيب المرة دي هعمل محاذاة بس هوريزنتال أفقية جايب العرض أهو، ده كده في النص، دي كده ناحية اليمين ودي كده ناحية اليسار، فأنا هخليها فين؟ في المنتصف. الاي بي، الاي بي بصوا بيعمل ايه في النص؟ الاي بي بيعمل لك اتجاه العرض، اتجاه النص بتاعك اللي انت شغال عليه بتحدد من الاي بي، بتختار الاتجاه بتاعه او التدوير بتاعه بالشكل ده، التدوير بتاع النص اللي هو الاي بي. طيب فاكرين هنا قلنا ايه؟ انا دلوقتي لما اجي اكتب انجليزي هروح اختار من هنا ليفت تو رايت، من اليسار الى اليمين. لو هكتب عربي رايت تو ليفت، يعني من اليمين الى اليسار، والكلام ده بحدده امتى؟ قبل ما ابتدي اكتب. لو بكتب كلام بالعربي هختار رايت تو ليفت، لو بكتب كلام بالانجليزي هختار ليفت تو رايت، من اليسار الى اليمين. طيب انا دلوقتي حددت كام خليه مع بعض؟ نفترض حددت 5 خلايا، وعايز اعمل عمليه دمج للـ5 خلايا. يعني ايه ادمجهم؟ بدل ما هم 5 هخليهم خليه واحده، من حاجه اسمها الميرج اند سنتر. الميرج اند سنتر خلاهم خليه واحده، اكتب فيها زي ما انا عايز. يبقى لو عايز ادمج خلايا احدد الخلايا اللي عندي واروح اقول له ميرج اند سنتر. طيب نفترض انا كتبت محمد، قلت له محمود، قلت له علي، قلت له مصطفى، كل ده جنب بعض، بس هتلاحظ ان الاسم دخل فين؟ دخل على الخلية التانية اللي جنبها.
فلو رحت عملت كلمة اسمها راب تكست اللي هو التفاف النص، ايه اللي حصل؟ خلى لك الاسماء بالشكل ده تحت بعض اهو. بص راب تكست بيعمل ايه؟ بيخلي لك الاسماء تحت بعض بالشكل ده. حلو خالص. طيب انا هسيب جزء النمبر والستايل والسيل والايديتنج، هاخد مني بس جزء الفايند، وهتعرفوا ليه. انا بشرح لكم الحياة اللي هي اتخذت قبل كده، الحياة البسيطة، الحياة المختلفة ان شاء الله تبقى في محاضرة لوحدها. طيب لو انا عايز ادور على كلمة داخل شيت الاكسل اقول له فايند، اروح اختار كلمة اسمها فايند واروح اكتب هنا الكلمة اللي بدور عليها. نفترض انا بدور على محمد، اروح اقول له فايند، حدد لك الخليه اللي فيها الاسم اللي انا بدور عليه. من فين؟ من فايند اند سيلكت واختار فايند. طب لو قلت له ريبليس فايند وات الكلمه اللي بدور عليها، طيب ريبليس ويز انا هستبدلها بايه؟ انا هشيل محمد وهخليه مثلا مروان مثلا، ركز على اسم محمد وهقول له ريبليس، استبدل لك محمد بمروان. طيب ايه الفرق بين ريبليس وريبليس اول؟ ريبليس بيستبدل لك اول كلمه اسمها محمد هتقابله. طيب لو عايز استبدل كل الكلمات اللي في الشيت اللي اسمها محمد، ريبليس اول. طيب فايند نيكست بيعمل لك بحث على اول كلمه اسمها محمد. طيب فايند اول بيعمل لك بحث على كل الكلمات الموجودة في الشيت باسم محمد. طيب انسرت، كنا اخدنا انسرت لو عايز اضيف من خلالها جدول، ادي تيبل اهو هوم، انا هرجع لها تاني، جزء بتاع النمبر والستايل والسيل وجزء الايديتنج من غير الفايند اند سيلكت، دول هتشرحوا تاني. طيب انسرت لو عايز اضيف تيبل جدول اروح اقول له اوكي، ايه اللي حصل؟ فظهر الجدول بالشكل ده. هتلاقي جنب العناوين بتاعتك في سهم نازل لتحت، تعالوا كده نشيل علامة الصح من رقم 6 واقول له اوكي. شال لك الاسم السادس، فين الاسم السادس؟ اتشال، فبيعمل عملية فلتر. طب رحت مثلا عند الاسم ورحت شلت مثلا اسماعيل واقول له اوكي، اسماعيل هو الاسم التاسع فشل اسماعيل، فبيعمل زي عمليه فلتره للموجود عندك، ده اللي هو التيبل. طب الاستريشن لو عايز اضيف صوره بيكتشر، لو عايز اضيف شكل هقول له شيب، لو عايز اضيف مخطط تفصيلي هقول له سمارت ارت، لو عايز اضيف ايكونز او 3 دي مودلز بس لازم اكون متصل بالانترنت بضيفه معادي في الاكسل. بس زي ما اتفقنا ان الحاجات دي مش بستخدمها كتير في الاكسل، ليه؟ علشان خاطر ان الحاجات دي يعني الاكسل اللي استخدامه كلها معادلات وجداول الكترونيه. تمام. عندك حاجة اسمها شرط، دي كلها أشكال للرسم البياني. طيب بيعمل الأشكال دي على أساس إيه؟ نفترض أنا حددت التيبل ده ورحت على جزء الشرط أو الرسم البياني، اخترت حاجة بالشكل ده مش جاية معايا، أجي مثلا في اللي جنبها أجيب دي، كنترول زد اهو ايا كان، او رحت على انسيرت وقلت له ده جزء الشرط او الرسم البياني، فبيظهر ليك رسم بيان الايه؟ للجزء اللي انت محدده. طيب عايز اضيف مثلا لينك اقول له لينك، عايز اضيف تعليق اقول له كومنت، عايز اضيف مثلا معادله كويشن، عايز اضيف رمز سيمبل. طيب التكست، التكست لو عايز اضيف مربع نص اللي هو تكست بوكس تحدده وتنزل ترسمه واكتب فيه اللي انت عايزه. طيب
عندك هيدر اند فوتر، انا هضيف للشيت بتاعي هيدر اللي هو رأس وتسجيل، ادي هيدر. طب اضيف فوتر، اروح اختار فوتر واكتب الفوتر اللي انا عايزه، اكتب احنا اتفقنا وقلنا ان اللي هو الاد جيت اد اي ان اس دي حاجات بتنزلها من الانترنت، تطبيقات بتنزلها من الانترنت بتشتغل عليها داخل الاكسل او داخل حزمة اوفيس ايا كان البرنامج اللي شغال عليه. يعني هتنزله مثلا عشان خاطر ايه، عايز تنزل آلة حاسبة داخل اكسل من هنا جيت اد اي ان اس. طيب زي ما قلنا سيجنتشر ده لو عايز اضيف توقيع، وورد ارت بيدرج لك مربع نص على حسب اللون اللي انت مختاره. بروح على انسرت واروح اقول له تيبل واقول له اوكي، بس ده كل اللي انا عملته. بتروح على السهم اللي جنب الصف او العمود اللي انت عايزه الاسم مثلا، وشيل علامة الصح من الحاجة اللي عايز تحذفها، مش تحذفها خالص، عايز تعمل لها هيدن او اخفاء، واقول له اوكي. فشل لك الاسم اللي انت شلت من عليه علامة الصح، عايز ارجعه تاني من السهم، واروح اقول له اعلم علامة الصح على حسين، واروح اقول له اوكي. طيب البيج لي اوت ظهرت برضو عندك حاجة اسمها المارجنز اللي هي الهوامش بتاعة شيت الاكسل، عندك حاجة اسمها الاورينتيشن اتجاه العرض، وعندك حاجة اسمها السايز حجم الورقة بتاعتك، وده البريكس اللي احنا اخدناه في الوورد اللي هو فواصل الصفحات. الباك جراوند لو عايز اضيف خلفية لايه، للشيت بتاعي اللي انا فاتحه اهو، انا كده ضفت خلفية من بيج لي اوت واقول له باك جراوند. طيب هنا تغيير اتجاه الشيت بتاعك، تمام. طيب هنا عندك حاجه اسمها شيت اوبشن، اعدادات الشيت، جريد لاينز. جريد لاينز هي الشبكه البيانيه اللي ظاهره من تحت. تعالوا كده نشيل علامه الصح من كلمه فيو، خفى معاك الشبكه البيانيه، نعلم علامه صح، ظهر معاك الشبكه البيانيه. طيب الشبكه البيانيه دي بتظهر في الطباعه ولا لا؟ مش بتظهر في الطباعه. طيب لو عايز اظهرها في الطباعه هعلم علامه صح على كلمه برنت. يبقى لو عايز اظهرها في الطباعه اروح اعلم علامه صح على كلمه برنت. طيب بالنسبه للاعمده والصفوف، يعني العمود دي ايه بي سي والصف 1 2 3، لو عايز اخفيهم اروح اشيل علامه الصح من فيو اهو، شالوا، اظهرهم تاني اعلم عليهم علامه صح. طيب هل بيظهروا في الطباعه؟ لا. طب لو عايز اظهرهم هروح اعلم علامه صح على كلمه برنت او طباعه، هيظهروا معاك في الطباعه. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها الفورمولا، دي خاصه بالمعادلات، هناخدها ان شاء الله المحاضره اللي جايه. وعندك حاجه اسمها الداتا، الداتا دي بتعمل، تعالوا كده انا هعمل حاجه لطيفه، هروح على الرمز ده اللي هو الداتا فاليديشن، واروح اقول له من قال له انا عايز اعمل ليست او قائمه، فبيقول لك السورس انت عايز تعمل قائمه بايه بالظبط، هروح احدد دول من مصر لليمن واقول له اوكي. شايفين السهم اللي ظهر ده اهو، هدوس عليه فظهر معاك الاختيارات، اختار مصر مثلا، هختار مثلا السعوديه، الامارات. بعملها تاني ازاي؟ بروح على قائمة داتا او بيانات واختار منها حاجة اسمها الداتا فاليديشن، هتلاقي في الاخر في جروب اسمه الداتا تولز، ادوات البيانات، واروح على رمز الداتا فاليديشن، ومن قال له هروح اقول له ليست او قائمة، اقول له ليست او قائمة، هتنزل عند السورس او المصدر، تروح تحدد اللي عايز تظهره في القائمة، وبعد كده اقول له اوكي اهو، فظهر معاك الاسماء. ده اللي هو الداتا فاليديشن.
طيب حلو خالص. نيجي ندخل بعد كده على حاجه اسمها ريفيو. قلنا اول حاجه السبيلنج اند جرامر بيعمل لك تصحيح املائي للكلام الغلط. سيريس بيدي لك لو عندي كلمه وعايز اجيب الكلمه المشابهه ليها من سيريس. عندك ترانسليت بيعمل لي ترجمه، بيعمل لك ترجمه للملف اللي انت فاتحه من انجليزي العربي او العكس. نيو كومنت لو عايز اضيف تعليق جديد. نيكست كومنت لو عايز، لو عندي اكتر من تعليق وعايز اروح للتعليق اللي بعده، عايز ارجع للتعليق السابق previous كومنت. اما لو عايز احذف هقول له ديليت او حذف. شو كومنت لو عايز اظهر التعليقات بتاعتي. هتلاقي في الاخر عندك حاجه اسمها بروتكت شيت وبروتكت ورك بوك. بروتكت شيت زي ما اتفقنا بيحمي لك الشيت بتاعك من الداخل، اما البروتكت ورك بوك بيحمي لك الملف من بره، يعني قبل ما يدخل لازم يطلب مني كلمه المرور. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها فيو او عرض. عندك اول اربع حاجات او اول ثلاثه طريقه عرض شيت الاكسل اللي هو النورمال، ده الوضع الطبيعي. البيج بريك بريفيو ادي وضع البيج بريك، وادي وضع البيج لاي اوت. انا الوضع الطبيعي نورمال. طيب المسطره بتاعتي مش ظاهره وعايز اظهرها، اروح اعلم علامه صح على كلمه اسمها الرول او المسطره. طب الجريد لاينز اهو اظهرها واخفيها من هنا. طيب الفورمولا بار ايه اللي حصل؟ شايفين شريط الصيغه او الاف اكس؟ لو عايز الغيه من الفورمولا بار. طيب الهيدنج زي ما قلنا الاعمده والصفوف. هنا لو عايز اعمل زوم بمقدار معين اللي احنا عملناه من تحت اهو الزوم ده، هي الزوم بتاعك ده 100%، ده الوضع الطبيعي بالنسبه للزوم. طيب لو قلت له حاجه اسمها نيو ويندو فتح لك نافذه ثانيه من تحت بنفس الشيت اللي انت عامله في الشيت الاولاني. طيب لو مثلا قلت له، لو فتحت نيو ويندو ورحت قلت له حاجه اسمها الرينج اول واقول له اوكي، فتح لك الاثنين جنب بعض، فتح لك الاثنين جنب بعض. هنعرف يا هندسه المشكله لا ايه، هنعرف المشكله، هنعرف ليه مخفيه، بس خلينا ماشيين واحده واحده الاول. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الفريز بين. يعني ايه فريز بين؟ دلوقتي لما اجي انزل لتحت الصف الاول انا دلوقتي عايز اكتب اسماء تانية هنا. طب انا ايه اللي عرفني ان انا هنا هكتب الاسم؟ طب ايه هنا اللي عرفني ان انا هكتب اسم البلد؟ فبعمل حاجه اسمها فريز تجميد. انا عايز اجمد الصف الاول، هروح اضغط على الرقم من بره، فانا رحت حددت الصف كله. هروح على كلمه اسمها فريز بين، انا عايز اعمل تجميد لايه؟ توبرو اعلى صف، فريز توبرو. بصوا كده لما ننزل تحت اللي حصل، تلاقي الصف الاول زي ما هو موجود اهو، بحيث انت لما تيجي تنزل تكتب الاسم اللي بعده عارف انت هتكتب ايه هنا وهتكتب ايه هنا وهتكتب ايه تاني. ازاي؟ بحدد الصف الاول واروح اقول له حاجه اسمها فريز تو برو، انت هتعمل لي تجميد لاول صف مهما تنزل تحت فهو موجود معاك. طب عايز اجمد اول عمود، هحدد العمود واروح اقول له ايه؟ فريز فيرست كولوم، اعمل لي تجميد لاول عمود مهما تتحرك اول عمود موجود زي ما انتم شايفين بالشكل ده. زي ما انتم شايفين بالشكل ده بعمل تجميد ازاي. طب عايز افك التجميد هقول له انفريز فاختفى. طب عايز افك التجميد من الصف اقول له انفريز بين مهما تنزل، فانا عملت فك تجميد الاثنين. معنى كلمه تجميد ان انا هخليه ثابت مهما اتحرك هلاقيه موجود قدامي. طيب عندك حاجه اسمها سويتش ويندو بيظهر لك شيتات الاكسل او ملفات الاكسل اللي انت فاتحها. طيب حلو،
نرجع تاني لحاجه اسمها الداتا. داتا، ورحت على رمز الداتا فاليديشن، الداتا فاليديشن، ورحت قلت له قال له انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل ليست او قائمه. هنزل عند السورس او المصدر، هروح احدد العمود اللي عايزه يظهر مني القائمه. اهو انا حددت من اول مصر لحد اليمن، فكل ده هيكون موجود في القائمه معايا، واقول له اوكي. تلاقي فيه سهم ظهر، ادوس على السهم، بتختار الحاجه اللي انت عايزها. ده اللي هو الداتا فاليديشن، داتا فاليديشن. حاولت 80% من الحاجات اللي اتقالت لحد دلوقتي هي اللي خدناها في الوورد والباوربوينت، يعني لحد الان مفيش حاجه جديده. طيب فاضل لنا جزء النمبر والستايل والسيلز والايديتنج، ده اللي هو يعتبر الجزء مختلف شويه عن باقي البرامج سواء كان الوورد او الباوربوينت. وبعد كده هيبقى فاضل لنا جزء المعادلات. فانا عايز الناس بس تراجع المحاضرتين دي، يعتبر اساسيات الاكسل. الاكسل بسيط، بسيط جدا، اسهل مما تتخيلوا. بس طبعا لما ندخل في الجزء الادفانسد، حابب ان هو يكمل الجزء الادفانسد في حاجه اسمها الام او اس، بتدخل على حاجات اكتر، معادلات وحاجه اسمها بايفوت تيبل وهكذا. فهنكتفي بكده النهارده ان شاء الله. الناس تراجع كويس على اللي احنا اخدناه، الامور بسيطه، الامور سهله، اللي احنا اخدناه النهارده اسهل مما تتخيلوا. كل الحاجات دي كنا واخدينها في الوورد والباوربوينت، تمام؟ زي ما قلنا النمبر والستايل والسيل والايديتنج والمعادلات هناخدهم في محاضره بكره. الجزء ده هيتشرح في الاول، ثم هندخل في بدايه المعادلات. قدرنا نخلص جزء المعادلات كله بكره كان بها، ما قدرناش يوم الخميس ان شاء الله هنفنش باذن الله اللي هو المعادلات. ثم بعد كده زي ما اتفقنا من يوم الجمعه هنبتدي نحل اسئله الاختبارات الدوليه في الباوربوينت في الاكسل مع بعض، سواء كان اي سي دي ال او اي سي 3 او اي سي دي ال تيتشر. بعد ما تخلص اسئله الاختبارات الدوليه ان شاء الله قبل رمضان نكون خلصنا الاكسس بالشرح وبالاسئله الدوليه. بعد كده ان شاء الله الجزء النظري المتبقي من المنحه او من القرص ان شاء الله هيبقى في بدايه اول اسبوع في شهر رمضان. احنا كده ماشيين واحده واحده. فالناس اللي كان عنده مشكله في محاضره النهارده شايفني ماشي سريع او ماشي بطيء او محتاج حاجه اعيد عليها تاني وتالت وعاشر مره، ما عنديش اي مشكله. فالناس تكتب برضو التعليقات دي كلها. النهارده هرجع اقول تاني، الحاجات اللي اتاخدت النهارده ما شايفش ان فيها اي حاجه جديده، هو اللي بيتكرر، لو الادوات متشابهه. هناخد الجزء النظري المتبقي في القرص، اسئله الاختبارات الدوليه النظريه، تمام؟ طيب حد عنده سؤال بخصوص محاضره النهارده؟ محاضره النهارده فيها اي مشكله؟ في تعقيب طيب عن محاضره النهارده؟ يا ريت الناس تكتب كومنتاتها كلها ان شاء الله في الرابط اللي هيبعته الباشمهندس ان شاء الله. اتمنى الامور تكون بسيطه. ان شاء الله باذن الله بدايه محاضره بكره هناخد الاجزاء الجديده اللي تخلي الاكسل يختلف عن الوورد والباوربوينت اللي احنا قلنا عليه، بجانب طبعا جزء المعادلات. ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. بنحاول ما نزودش على الناس عشان تكون الكميه بتتشرح قليله خلال المحاضره، يعني ساعه واحده من 9 ل 10، مش عايزين نكتر اكتر من كده. يعني لو خدنا من ساعتين لثلاثة ممكن الاكسل يخلص في محاضرتين، فاحنا ماشيين باذن الله يعني واحدة واحدة بحيث ان الامور تكون سهلة وبسيطة مع الناس. حد عنده سؤال؟ تمام يا هندسة، عشان كده حاولت ان انا اخلص لكم بدري النهاردة. يعني انا كنت ناوي اكمل واشرح لكم الجزء المتبقي ده اللي هو نمبر وستايل وسيل،
ونخلي المحاضرة اللي جاية كلها معادلات، بس قلت برضه عشان الناس تقدر إن هي تريح شوية يعني. إن شاء الله إحنا الجزء ده هنشرحه المحاضرة الجاية بجانب المعادلات يعني، ونكمل الخميس برضه المعادلات. ربنا يخليك يا حبيبي يا رب. لو عايزين نكمل نكمل عادي، ما عنديش مشكلة أنا. نكمل؟ ماشي يا هندسة، ماشي يا حبيبي. طيب بالتوفيق لكم إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله بكرة الساعة 9 بإذن الله. الناس بقى تجهز نفسها للحياة المختلفة اللي هناخدها، لأن محتاجة تركيز بداية من محاضرة بكرة، بجانب برضو المعادلات اللي هناخدها مع بعض إن شاء الله. بالتوفيق لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.